اتعرف بيك وتقول لي انت يعني هل بتلعب سكيت ولا لا، ودلوقتي بقيتوا ان انتوا عرفت ان انتوا دخلتوا تاجير السكيت للناس العاديه هنا على كورنيشن نيل، كلمني اكتر. انا اسمي يوسف وليد تونسي، انا طالب اصلا بدرس هندسه. احنا هنا كلنا عباره عن تيم بننزل نلعب هنا السكيت وكده، بس اصبح ان دي لعبه في اخر فتره بقت لعبه مشهوره جدا، ان في ناس كتير قوي بتنزل بتبقى محتاجه تعمل زينا بس مش معاها القدره الماديه ان هي تشتري السكيت دوت. فاحنا بيبقى في ناس زمايلنا معاها وعايزه مثلا في الاوقات الويك اند بتاعتها ان هي تجيب فلوس من السكيت، فاحنا بيبقى في ناس زمايلنا مش ناس غريبه عايزين يلعبوا معانا بس مش معاهم السكيت، فاصبح ان احنا بنأجر لهم وندي الفلوس للناس صحابنا. يعني هو الموضوع مش موضوع ربح مالي، هو موضوع اصبح ان انت انا جايب السكيت دوت فانا بديهولك مقابل مبلغ مادي انا اشتريته بيه في الاول. تمام. بس هو سعره كام اصلا في العادي وانواعه ايه؟ وهكلمني اكتر عن هو ليه انواع كتير قوي، ليه جوجر ده بيبقى انواع 307 و509، وليه بي كي بي، وليه 3 ويل، حاجات كتير قوي. بتبتدي مثلا عندك حاجات رخيصه جدا اللي حاجات الشعبي بتبتدي من 400 جنيه لحد 800. تمام. الحاجات اللي هي بتبقى للناس عموما يعني اللي هي الحلوه كويسه الكويسه وخامتها كويسه وكله بيلعب بيه، اللي هو الجوجر ده عامل 2100 لحد 2500، في حاجه اغلى بقى معاكي لحد 18000 جنيه، وفي حاجات اغلى بس دي جايه من بره يعني على حسب بقى نوعه على حسب نوعه وخامته وسعره ومصنوع فين. قولي بقى انتوا اول ما بداتوا انكم تاجروا للناس وهكذا، الناس عرفت ازاي اول حاجه ان انتوا بتاجروا والاقبال بقى عامل ايه؟ يعني في ايام عيد الاضحى زي ما احنا شايفين انا شايفه ناس كتير قوي سكيت قدامنا، وعايز اعرف بقى منك الناس يعني استقبلت الفكره دي ازاي وعرفت عنكم ازاي وهكذا. الفكره ان اصبح ان احنا اكتر معظمنا السكيت دوت بيروح بيه مثلا الشغل، بيروح بيه البيت بعد ما بيخلص لعب هنا، فاصبح في ناس بتشوفه انت ده جبته منين، فانا بقول لهم انا بلعب بيه مثلا على ممشى اهل مصر، بلعب بيه في المكان الفلاني، فاصبح الناس طب احنا عايزين نجرب، طب تعالوا مثلا وانا اديك السكيب بتاعي تلعب بيه شويه، فهو الموضوع عجبه فاصبح ان هو عايز يجيب، فده قال لي ده وده قال لي ده، وبقينا احنا تيم مثلا بننزل ستوريز على الواتساب على الفيس على الانستجرام، فزمايلنا برضو اللي من اماكن ثانيه وبلاد ثانيه انت جبت ده منين، طب ده بتلعب بيه فين، الموضوع انتشر بقى في ناس كتير جايه، اصبح ان ده المكان الرئيسي اللي هو ممشى اهل مصر، مكان رئيسي لتاجير السكيت واللعب للتاجير واللعب الاساسي اللعب بس انتوا بقيتوا تعملوا حاجه كده بقى في معظمنا معظمنا بيأجر وبيلعب كمان وبنلعب بس اكتر وقت بنلعب يعني. طيب يعني الناس اللي بتيجي بتأجر ممكن يكون في ناس ما بتعرفش اساسا ان هي الناس اللي ما مش بتعرف ديت، احنا بقى مهمتنا ان احنا نساعدهم علشان ما يقعوش ويتصابوا، وكمان عشان نحببهم في الموضوع ان دي كده كده اصلا دي رياضه يعني فاهمه، اللي هي بتساعد على تقويه عضلات القلب والتنفس والرجلين والخلفيه والاماميه والكلام ده كله، فاحنا بنساعدهم علشان ما يقعوش، وكمان يعني مش بنعمل ده بمبلغ مالي لا، احنا بنساعدهم حبا لينا في مساعده الغير، وكمان علشان دي رياضه احنا عايزين ننميها، يبقى مثلا ليها زي مسابقات، يبقى ليها حاجه كده في الدوله، يبقى ليها ترخيص ان مثلا واحد مثلا يشتغل بالحاجه ديت في مكان معين، الكلام ده كله عايزين نبقى نخليها حاجه عموميه مش في السر او من ورا حد، يعني بدل ما هو نشاط صغير انتوا عايزين تكبروه وهكذا ان الناس عايزين يبقى لينا مسابقات. تمام متشكره قوي. أو شايف حاجة عشان قولولي انا شايفه ان انتوا دلوقتي لابسين السكيت، هل ده بتاعكم ولا انتوا مأجرينه؟ لا مأجرين. هل دي اول مره ولا انتوا بتيجوا هنا كذا مره وبتأجروا؟ بقالنا كتير قوي بس يعني كل مره بنيجي نتعلم حاجه. بتتعلموا ازاي بقى هكذا؟ يعني انتوا اصلا ما كنتوش في الاول بتعرفوا؟ ما كناش اصلا بنعرف نقف. الله واجه سليمان. ما كناش بنعرف نقف، بعد كده واحده واحده اتعلمنا. علمونا نقف ازاي، نقف كده ونفتح سبعه ونمشي بالراحه وما نحاولش نسرع عشان ما نقعش، ونخش جوه برده عشان الطريق يبقى جنب السوره عشان لو وقعنا او حاجه نمسك السوره بدل ما نقع. اخدتوا قد ايه وقت عشان تبقوا بالنتوا يعني توصلوا لمرحله ان انتوا واقفين كده من غير ما تسندوا على حاجه؟ حوالي اسبوعين كده و... ثلاثة يعني انتوا بتأجروا منهم وكمان بيعلموكم؟ ما حدش بيسيبنا خالص، ولازم عشان احنا لسه مبتدئين ومبتدئ هما لازم يقفوا معانا. كنا مبتدئين. هل هو ايش معنى السكيت اللي انت اخترتي ان انت عايزه تلعبيه؟ حاجه جديده. هل بسبب ان هو طالع موضه مثلا؟ لا هي حاجه جديده حبينا نجربها. وحاجه كده
بتبسطك وانت بتعمليها تحسي ان انت مبسوطه وتغيري عنها. حتى لو وقعتي بتكوني فرحانه مش خايفه. عادي ساعات ممكن تعيطي بس اللي هو عادي. ايوه. هل في العيد بس ولا لا في الايام العاديه؟ في الايام العاديه. ده احنا بنيجي هنا من زمان قوي اصلا. اشمعنى المكان ده؟ اشمعنى ممشى اهل مصر؟ احنا حابين المكان هنا وفي ناس كتير بتأجر والناس اللي هنا بتعلمنا ازاي نقف ويقفوا معانا وما فيش حد بيسيبنا ما شاء الله. هل حصل لكم مثلا وقعتوا وقعه كانت صعبه شويه؟ ده لازم. أيوة. لازم المبتدئ لازم يقع بس عادي يعني. أوه. ما يقعش غير الشاطر ولازم يتعلم طبعا. لازم كلنا نتعلم من اخطائنا ولازم برضو اكيد كلنا هنقع اكيد. ده في البدايات. بعد كده هنعرف بقى نمشي تمشي براحتك وهناخد على الموضوع. اه جميل. بالتوفيق وربنا معاكم ان شاء الله تبقوا من احرف السكيت ان شاء الله. بيك يعني وتقولي عن السكيت انت بتأجر بقالك قد ايه هنا او بتلعب سكيت عموما بقالك قد ايه وعايز اعرف منك الاسعار بتاعته بتكون قد ايه في الساعه يعني. انا اسمي محمد سامي محمد من المصريه. خدي سكيت ماشي 30 25 او 35 بقيت امشي زي الناس ما ماشي بحس ان انا يعني مثلا ايه ولا اجي على دي ولا اجي على ده زي ما كله ماشي بمشي. انت اصلا سكيتر بتعرف تسكيت؟ اه بعرف العب وعادي. اول ما جيت ما كنتش بعرف العب ولا حاجه كنت بقى وكل شويه ناس كتير الحمد لله وقفت معايا قالوا لي اعمل ايه ومش عارف ايه وتعلمت الحمد لله. وده اخ ليا برضو يوسف ساعدني في كل حاجه الحمد لله. تمام. الناس اللي بتيجي بتأجر منكم يعني الاعمار قد ايه سنهم مثلا يعني صغيرين كبار؟ في مثلا ممكن نخش لك 8 سنين لحد 35 سنه يعني اطفال وشباب. وعايز اقول لك لما يعني حريم متجوزه بيجوا بيأجروا سكيت بيجوا يأجروا لعيالهم بيجوا. هل هما بيركبوا يعني هما بياخدوا السكيت ده بيركبوه ولا بيأجروا عيالهم؟ في ناس بتركب ليها عادي بيقف يعني كمان برضه بيبقوا ناس كبيره في السن برضه يعني. هي رياضه شايفه ان هي رياضه كويسه؟ الحمد لله يعني خدت اكتر شهره السنه دي يعني الحمد لله. ناس كتير بقت تتعلمها وناس كتير بقت تلعبها الحمد لله يعني. شكرا قوي. في